والآن إحنا وصلنا إلى الجولة الخامسة والحاسمة، وفعلا حاسمة لأنه الأرقام متقاربة بين العائلتين 179-274، يعني أي خطأ عند الاثنين ممكن أن يوقفهم عند حدهم وما يروح إلى الجائزة. ديروا بالكم وديروا بالكم، رشحونا واحد ورشحونا واحد. منهم الحديثي؟ فضل ست العام وهاك منار، تفضل. يلا 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 بسرعة لأنه رد نوصل. مو ها الله كريم، وانت شو تقول؟ نوصل تتوصل هذا وتفوز طبعا. وانتي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. مو من الصبح لسه قاعد أريد أناكم. يا الله يا الله يا الله يلا 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 يلا. إذن إيد ورا الظهر وإيد على الطاولة، وخلي الروح على طول على السؤال الخامس. يقول اذكر أمرا يلفت نظر الرجل في المرأة. طبعا المرأة لازم تعرف انه شنو اللي يلفت نظر الرجل بيها. شنو هذا؟ سؤال حلو. حياتي جمالها. ها جمال يعني لو تجسيد اريد جمال. جمال اي انا اريد اي اشرحي لي الجمال. حلو حلو، يعني اجى الاحتمال ولكن لم يكن افضل او اعلى احتمال. جمال المراه، انت شو تقول منار؟ شخصيتها. خلي نشوف، لربما موجود واعلى. شخصيتها هذا الاستبيان شو نسوي؟ تفضل 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 يا سيدي. هذا وش نقول لحد احنا؟ هذا الاستبيان. لا تفكر بذائقتك، فكر بذائقتك. طبعا 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 حقك انت لو محدد اكثر انه شخصيتها يعني لو قايل مثلا كذا يعني قوتها بها. لكن استبيان، خلينا نشوف شنو الاحتمالات اللي موجوده عن السؤال اللي اذكر امرا يلفت نظر الرجل في المراه. هاجر، طريقه كلام، طريقه حديث. قلت طريقة حديثة، حددي لي طريقة حديثة مثل ما شخصيتها، يعني ما اجى تحديد. خلينا نقول طريقة حديثة شنو يعني، ايش تقصدين؟ حددي لي اكثر. يعني شو مفتهم السؤال؟ ما اعرف انا، هم ما اعرف يعني مفتهم. مسعيد يعني اذا اقول لك يعني اذا جاوب. لا مو جواب، يعني شنو؟ عيد السؤال. انا لانه انا اذا اقول لك شيء ويجوز يطلع صح وكانه قلت لك اياه صح، فأنا ما أعرف الجواب، ما أعرف الاحتمالات، فبالتالي دا أحاول أشرح لك. خطأ بسبب التأخير. سارة، أنت ذكري لي أمرا يلفت نظر المرأة، الرجل عفوا، في المرأة. ثقافتها؟ خلينا نشوف ثقافتها. صح، شوف الثقافة جاءت قبل الجمال. أنا أعتبر هذا الاستبيان صح. خلينا نشوف الآن عبد القادر. نعم. شو تقول؟ أخلاق. أخلاق. أخلاقها. صح. إذن أعلى احتمال عرفه الأستاذ عبد القادر هي الأخلاق. نعم. إنما الأمم الأخلاق. نعم. والمرأة الخلوقة، المرأة المؤدبة هي المطلوبة، أما الجمال فاني. نعم. مو الجمال ليس كل شيء، والأخلاق وكل شيء هو جميل. الأخلاق جميلة، الثقافة جميلة، الجمال جميل. هاي ما تقعد. هاي يلا هسه جواب. لا عاد راح أخبركم بالإشي فوقكم إيش. يلا قولي لي مالها. ها المال. أويل الطماع. المال. يا رب قلت هم زين خطأ.